على التاب واختر بنحاول ندربك على الأسئلة دي حسب تعليمات الوزارة كمدرسين التسليم والمعتمدين على مادة الكيمياء إن شاء الله. وبننبهك وزي ما انت عرفت طبعا من السنة دي إن أنت المفروض يكون في المدرسة الأول عشان تختار الدرس الصحيح لازم تعمل خطواتك مظبوط بنحاول ندربك على وتراجع الأسئلة دي مرة واتنين حسب تعليمات الوزارة وطبعا مع التسليم كثرة والمعتمدين التدريب على الكيمياء الأسئلة المتنوعة هتلاقي إن وبننبهك شاء وزي ما الله انت عرفت طبعا من السنة دي الأسئلة دي انت المفروض في منها دايما طبعا تحاول أسئلة عشان تختار الدراسة هتلاقي الصحيحة قدامك أو لازم شبيه بيها في امتحان الترم. وتعمل الخطوات بص على طريقة الحل وتراجع مرة واتنين وحاول تحل الامتحانات المدرسين المرة كسر فرصة إن أنت تحل اختبارات المرة الأسئلة المتنوعة بحيث إن أنت توصل هتلاقي لك إن شاء الله صحيحة وتعرف أخطائك أول الأسئلة بأول. دي في منها دايما أسئلة هتلاقي قدامك أو شبيهة بيها على الأسئلة المتنوعة.
متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده، مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقناة الجديدة، وشكرا.
وتابعني باستمرار على قناة كيمياء كده. مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقارة الجديدة، وشكرا. متابعني باستمرار على قناة كيمياء كده.
تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقارة الجديدة، وشكرا.
متابعني باستمرار على قناة الدنيا كده مع خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقارة الجديدة وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم.